بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، نعود معكم من جديد في لقائنا حول عوامل نجاح الاتصال، وهذا الموضوع يتناول القضايا التالية: المرسل وصفاته، تحليل الجمهور، القناة المناسبة، الرسالة الاتصالية الناجحة. سيقتصر لقاؤنا لهذا اليوم على شرح المرسل وصفاته وتحليل الجمهور، أما القناة المناسبة والرسالة الاتصالية فسيتم شرحهما في لقاءات قادمة إن شاء الله. بداية، حينما نتحدث عن الاتصال الناجح، لابد من طرح سؤال: من هو الإنسان الاتصالي الناجح ولماذا؟ والإجابة تكون: هو الذي يكون لديه مهارات اتصالية مثل التفكير، الكلام، الاستماع، المشاهدة، الكتابة والقراءة، الفهم والتحليل، وهذا كله من أجل اللي هو من أجل أن ليه نقول لماذا إنتاج رسالة اتصالية مناسبة وإرسالها للمستقبل المناسب وفي الوقت المناسب والمكان المناسب بالوسيلة المناسبة والتكلفة المناسبة. وبالتالي فإن قوة عناصر عملية الاتصال تعطينا اتصالا مؤثرا وناجحا. أولا، نأتي على خصائص المرسل أو المصدر الناجح. 1، يجب أن يحدد هدفه من الاتصال، وهذا يساعد على تحديد محتوى الرسالة الاتصالية وشكلها وتركيبها وأسلوبها. لذا يجب على المرسل أن يسأل نفسه الأسئلة التالية: ألف، لماذا يريد أن يرسل رسالته للمستقبل؟ ماذا يريد من الجمهور المستهدف أن يعرف أو يسلك نتيجة الاستماع، قراءة أو مشاهدة أو رسالته الاتصالية؟ جيم، هل يريد أن يثقف الناس أو يسليهم أو يزودهم بأفكار جديدة؟ دال، هل الهدف واقعي؟ بمعنى هنا ما هو مطلوب من الجمهور؟ هل هو في قدر المستطاع؟ وبالتالي المثل يقول: إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. إضافة لذلك، من مزايا الإنسان الاتصالي الناجح التدرج مع المستقبل ولا يفرض عليه شيئا، وخير دليل لنا القرآن ونزوله منجما، بمعنى أنه ما نزل مرة واحدة، وكان ربنا سبحانه وتعالى قادر على إنزال مرة واحدة، ليش ما نزل مرة واحدة؟ وذلك حتى يسهل فهمه ويسهل تطبيقه. وبالتالي الرسالة الاتصالية أيضا يجب أن نقدمها للجمهور المستهدف نقطة بنقطة وبشكل متتالي حتى يستطيع أن يفهمها ويحلل محتواها. ومن هنا نستنتج أن الهدف الاتصالي يجب أن يخاطب حاجات الناس ورغباتهم. لذا يجب استخدام الأمور التي تخدم موضوع الاتصال وأن يستبعد الأمور التي لا تخدم، لأنها تعتبر مشتتة لانتباه الجمهور ولفهمه. 2، يجب على المرسل أن يتحلى بالمهارات الاتصالية التالية: القدرة على التفكير والكلام، الاستماع والمشاهدة، الكتابة والقراءة، التحليل والفهم، وهذه كلها تساعده على تحديد هدفه بدقة. وهنا بدخل عندنا اللي هو موضوع الحدس بشكل كبير والفراسة. 3، يجب أن يضع نفسه مكان المستقبل، بمعنى هل يفهم رسالته بوضوح؟ فهنا يجب أن يأخذ في اعتباراته شو المستويات اللي بتمتع فيها المستقبل. هل هو بنفس درجته وقدرته الكلامية وقدرته على الفهم والتحليل وإلى آخره؟ فمن هذا المنطلق يجب أن يضع نفسه مكان المستقبل. 4، يجب على المرسل إقامة علاقة اتصالية ناجحة وفعالة مع المستقبل، لأن ثقة الجمهور المستقبل بالمرسل هامة لتوافقه مع ما يقول أو يكتب أو يعرض. 5،
يجب على المرسل أن يختار المحتوى المقنع الذي يتناسب مع مصالح المستقبلين وحاجاتهم ورغباتهم. 6. يجب على المرسل أن يتعرف على الجمهور المستقبل، فإذا لم يكن لديه معرفة بهم فعليه أن يحاول تحسس اهتمامهم وحاجاتهم عن طريق الفراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار العمر والمستوى التعليمي وأماكن السكن واللغة والثقافة، وهذا يساعده في النفاذ إلى قلوبهم ومخاطبتهم مباشرة، لأن وظيفة المرسل أن يكون للمستقبلين ما يريدون أولا وأخيرا. إذا هو ما بده يوصلهم الفكرة الأساسية، وبالتالي لا، ما في لزوم من عملية الاتصال نهائيا. 7. يجب على المرسل أن يركز على تماثل الأفكار والخبرة المشتركة بينه وبين المستقبل، مما يساعد المستقبل على تقبل رسالته والتفاعل معها. فتماثل الأفكار والخبرة المشتركة بين المرسل والمستقبل تعني التقاء العقول والمشاركة والفهم. وإذا تتذكروا في بداية التعريف لعملية الاتصال، قلنا هي عبارة عن التقاء عقول ومشاركة وتفاهم في نفس الوقت، إذا بالتالي هنا لابد من التركيز على هاي الأمور بشكل أساسي وبشكل دقيق. نأتي إلى العنصر الآخر من عناصر نجاح عملية الاتصال، العنصر الثاني من عناصر عملية الاتصال بشكل كامل اللي هم الجمهور. لما بدنا نعرف الجمهور، هو مستقبل الرسالة والهدف الذي يرمي المصدر أو المرسل إيصال رسالته إليه بقصد التأثير على معلوماته واتجاهه وسلوكه. لذا يجب على المرسل أن يضع نفسه مكان الجمهور حتى يخاطبه بلغته، آخذا بعين الاعتبار مع الأشياء اللي حكينا عنها، دين الجمهور وثقافتهم، رغباتهم، حاجاتهم، أذواقهم، لغتهم، والبيئة اللي بيعيشوا فيها بشكل عام، حتى يستطيع أن يجد الطريقة المناسبة لإيصال الرسالة المناسبة في الوقت المناسب أيضا. ومن هنا يتوجب على المرسل قبل أن يبعث رسالته أن يسأل نفسه الأسئلة التالية: 1. من هم المستقبلون؟ بمعنى دينهم، عاداتهم، تقاليدهم، لغتهم، أماكن سكنهم، ثقافتهم، دخولهم بمعنى اللي هي الدخل الشهري أو المردود المادي عليه في الشهر لكل أسرة أو لكل الأفراد. وهذا كله يساهم في دقة تحديد الهدف وبناء الرسالة الاتصالية الناجحة. قد يسأل الإنسان سؤال: لماذا دخل في هذا الموضوع؟ عندنا هون إذا بدي أحكي عن أشياء تتعلق بأشياء مادية، فالفقراء لا يمكن إنهم يفكروا في أشياء عالية، يبحثوا عن لقمة الخبز المسد، رمق العيش، فما بقدر أحكي عنهم، وهذا كمثال وليس كشيء، فقط كمثال بسيط من هذا الجانب. 2. ما هي ردود فعل الجمهور تجاه الرسالة الاتصالية؟ 3. كم يعرف الجمهور المستهدف عن موضوع الرسالة؟ 4. ما هو حجم الجمهور المستهدف وتركيبته؟ وهذا يعني التركيز على الأشياء المشتركة للجمهور مع مراعاة الفروق الفردية بينهم من حيث العمر والتعليم واللغة والدين ومستوى الفهم. دائما الجمهور مش كلياته متجانس في اللي هي في العمر، وكذلك درجة التحصيل العلمي. اللغة هي نفس اللغة للجميع إذا كان هم بيتكلموا لغة معينة، الدين ممكن يكون ديانات مختلفة. هسا مستوى الفهم، وهذا يعود على اللي هي التحصيل العلمي والفهم في الأمور المختلفة اللي بده يتم الحديث فيها. 5. ما هو مستوى الفهم لدى الجمهور المستهدف؟ بمعنى الشيء المشترك بين المرسل والجمهور. حاجة مهمة جدا لما بكون إنه من أبناء نفس الثقافة وشخصية مرموقة في المجتمع، يكون لها تأثير أكثر، وخاصة البيئات اللي بيكون إنسان
عايش فيها، فالناس بيقولوا منا وفينا، وبالتالي بيكون هذا قريب من الناس في إيصال الرسالة. 6. ما هي العلاقة بين الجمهور والمرسل؟ وهذا يعني المكان التي يتبوأها المرسل في قلوب الجمهور من حيث معرفتهم له أو حبهم له وكرههم له، قربه منهم أو بعده عنهم. فهي قضايا مهمة جدا. إذا كان إنسان له مكانة اجتماعية واضحة ومحبوبة داخل الجماهير يؤثر فيها بكلماته. إضافة إلى ذلك، هل هذا الإنسان صادق أو غير صادق في الفكرة المعطاة عنه، بكون في إلها تأثير الرسالة اللي بده يحكيها. فكل هاي القضايا لابد من أخذها بعين الاعتبار قبل ما نقوم بإرسال أي رسالة للجمهور. إلى هنا نكتفي بهذا القدر في لقائنا هذا، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.